في ايه؟ انت يعني مفكره انك هتلوي دراعي لما تعملي معايا شغل النسوان اللي بتعمليه ده؟ شغل ايه؟ انت بتقول ايه؟ كاكاو ما تستعبطيش. انت بتبعتي لمراتي وتقولي لها ان انا بجري وراكي وبطردك؟ انا بطردك يا مايا؟ امال مين اللي كان بيجري ورايا بالمشوار وانا اللي كنت منهفض؟ امي! لا انا مش هسكت لك اكتر من كده، يا تفسر كلامك يا تخرج بره. حاضر هفسر لك. لو كنت فاكره ان انت لما تبعتي رسائل لمراتي وتقولي لها جوزك بيطاردني وبيجري ورايا ووجع دماغي عشان تظهري في برواز الملاك البريء والصديقة المخلصة فتسيبني هي وما يبقاش قدامي غير حضنك أجري عليه وأعيط وأدبدب وأقولك بلاش تبعدي عني يلا بينا نتجوز تبقي تحلمي. بس بقى خلصت كلامك؟ أوكي أنا ما بعتش أي حاجة لمراتك وأنا أصلا ما بقتش عايزة أكمل معاك فراح شوف مين بيلعب معاك وعايزك تفتكر إن أنا اللي بعمل كده. يا كذابة يا كذابة ده أنا شايف رسايلك بعيني واسمك وصورتك وقاري الكلام بنفسي يا كذابة. أوه أنت بجد صعبان عليا. هو أي حد ممكن يسجل اسمي ويحط صورتي؟ هو أنت اتأكدت إن ده رقمي؟ واو جود جوب سلمى. إيه؟ يعني إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يعني إيه؟ اتأكدت من رقمي و قصدك ايه؟ يعني سلمى بعتت من رقم علشان بالظبط بصراحة حركة بيرفكت عجبتني. اه انتوا غلابة قوي. واقفه كده ليه يا مايا حبيبتي؟ اقعدي اقعدي انت في بيتك برضه. مش هتشربيني حاجه؟ صدقوا انتوا الاتنين لاقيين على بعض محتاجين صوره دي. ولا تحبوا ناخدها سيلفي احنا التلاته؟ مفيش داعي تتكلم خالص. الموضوع مش محتاج كلام ادينا شايفين حضرتك فين. واضحه قوي. انت فاكرني نايمه على وداني مثلا؟ انا في قساكم من بدري كنت حالعب بيكم شويه يعني بس بصراحه زهقت لقيت الموضوع مش جايب همه وبعدين انتوا اتفقستوا من اول لحظه بس عارف اللي مضايقني بجد اللي قاهرني ان انت ما تمرش فيك اي حاجه حلوه عملتها لك. كنتوا بتتقابلوا فين بقى؟ هنا في البيت ده على الكنبة ولا في الشركة اللي أنا فاتحة لك بفلوسي؟ أنت ما تتكلمش ولا تفتح بوقك! ممكن ما تتكلمش! وياك تفكر تكلمني. هدومك كلها لمتها لك في كراتين. بس وأنا بلمها كده اكتشفت إن أنا كمان منقيها. بس يلا زي بعض. هعمل بقى أصلي وهسيبها لك. مع إنها خسارة فيك. كريم عندك. ما يلزمنيش.
نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.